مرحبا بكم يا أبطال في هذا الفيديو الذي سوف أشارك معكم فيه 5 خطوات إذا طبقتها بالترتيب سوف تتخلص من دهون بطنك بسرعة. بعدها سوف نتعرف على طريقة التمارين. الخطوة الأولى يا صديقي، عندما تستيقظ كل صباح خذ كأس من الماء ولا تأكل أي شيء حتى تمر ساعة ونصف إلى ساعتين. بعدها تناول وجبة خفيفة تحتوي على بروتين وقليلة السعرات الحرارية. الخطوة الثانية، لا تعتمد على وجبة واحدة في اليوم. هناك عدة أشخاص يعتقدون إذا تناول وجبة واحدة في اليوم هذا سوف يساعدهم على التخلص من دهون البطن وإنقاص من وزنهم. هذا غلط. عندما تأكل وجبة واحدة في اليوم يا صديقي، جسمك يتعود على تلك الوجبة ويقوم بتخزينها والحفاظ على السعرات الحرارية الخاصة بها كمصدر طاقة، لأنه يعلم بأن الوجبة التالية سوف تكون بعيدة، وعندما يقوم بتخزينها يحولها على شكل جليكوجين وتتراكم عندك في البطن على شكل دهون. ولذلك أنصحك بتناول 3 وجبات على الأقل كل يوم وتكون وجبات صحية. الخطوة الثالثة يا صديقي، إذا تريد أن تتخلص من دهون بطنك حاول أن تتجنب كل الوجبات التي تحتوي على مواد حافظة أو الوجبات المصنعة. ونقطة مهمة يا صديقي، دائما الوجبة حاول أن تقوم بطبخها في منزلك، يعني لا تأكل وجبات خارج المنزل. رغم أن أعطيكم مثال، نفترض أن صدر الدجاج يحتوي بالفعل على مصدر بروتين وخالي من الدهون، ولكن في فرق بسيط جدا في طريقة طبخ تلك الوجبة. يعني إذا كان شخص في الخارج يقوم بطبخ صدر الدجاج بشكل غير صحيح أو بشكل غير خاطئ ويقوم بإضافة بعض المواد مثل الزيوت وإلى آخره، فتلك الوجبة تشكل خطر بالنسبة لك، لأنها تحتوي على مصدر من السعرات الحرارية مثل الزيوت وإلى آخره. لذلك أنصحك يا صديقي بتناول الوجبات، قم بطبخها أنت بنفسك لأنك تعلم كم تحتوي من السعرات الحرارية وكم تحتوي من مصدر البروتين. الخطوة الرابعة متعلقة بوقت المناسب للتمارين. دائما حاول أن تتمرن في الصباح الباكر، لأن في تلك اللحظة تكون المعدة فارغة وجسمك سوف يستغل تلك الدهون المخزنة في البطن، وهكذا سوف تتخلص من دهون بطنك. الخطوة الخامسة يا صديقي والأهم، لا تركز على تمارين البطن فقط، ركز على الجسم بالكامل، وركز على التمارين التي تستهدف الجسم بالكامل وفيها كثرة الحركة مثل تمارين الكارديو، لأنك عندما تتمرن تمارين البطن في تلك اللحظة تستهدف عضلات بطنك الداخلية وليس الدهون الموجودة فوق عضلات بطنك. لذلك سوف أعرفك على تمرين واستراتيجية جد ناجحة وسريعة لتتخلص من دهون بطنك بسرعة. ما عليك فقط أن تطبق معي هذا التمرين كل صباح وسوف تتفاجأ بالنتيجة. مدة التمرين هنا فقط 5 دقائق، لكن حاول زيادة 30 ثانية كل حصتين. الاستراتيجية كالتالي. الاستراتيجية تعتمد على الجري في مكانك مع التمرين بلانك. كل تمرين سوف تقوم به 30 ثانية بدون توقف. وحتى يكون الشرح واضح، طبق معي التمرين في نفس اللحظة التي أقوم بها بالتمرين. هيا يا صديقي بعد 5 ثواني سنبدأ. 3 2 1 Let's go. بعد 5 ثواني سنغير التمرين. 3 2 1 بعد 5 ثواني سنغير التمرين. 3 2 1 بعد 5 ثواني سنغير التمرين. 3 2 1
ثواني سنغير التمرين. 3 2 1. بعد 5 ثواني سنغير التمرين. 3 2 1. يا صديقي لقد انتهينا من التمرين، موعدنا غدا وطبق معي نفس هذا التمرين. شكرا لك على الاستمرار والمشاهدة، لا تنسى بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك مع تفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أخبرني بالنتيجة أو رأيك حول هذا التمرين بعد الانتهاء، ونلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم.